أهلا بكم في الدرس الجديد من دروس Digital Printing. هنتكلم النهاردة على شرح أداة Mixer Brush Tool أو فرشة الخلط. للوصول للأداة دي نضغط الزر اليمين على الفرشة العادية، هنوصل لآخر القائمة ونضغط. أداة المكسر بتشبه في وظيفتها الفرشة الحقيقية بالنسبة لمزج الألوان، يعني بنمزج لونين مع بعض ونطلع بلون جديد. للتحكم في حجمها بنضغط على Alt ونسحب لليمين أو للشمال، وللتحكم في حدة الأطراف أو نعومتها بنضغط على Alt ونسحب لتحت أو لفوق. في هنا فوق شريط خصائص الأداة، وفي هنا بعض الإعدادات المجهزة مسبقا، وهنا في القائمة دي في 3 اوبشن لاستخدام الأداة، ومن هنا بنقدر نختار الفرشة المناسبة مع الأداة. وهنا في لوحة إعدادات الفرشة نتحكم منها بشكل الفرشة. هنجرب ناخد أول حاجة الإعدادات with light mix. أول أوبشن load brush، هنا كأنك بتغمس الفرشة في اللون، بتختار اللون اللي انت عايز. تاني أوبشن clean brush، كأنك بتنظف الفرشة. هناخد load brush ونعمل لون. ناخد لون تاني مثلا أصفر. الأوبشن التالت ده معناه إن إحنا بننظف الفرشة بعد كل استخدام، يعني إحنا مثلا لو استخدمنا هنا اللون واحنا مفعلين وجينا رسمنا كده في اللوحة مش هيحصل اي حاجة، لانه بينضفها على طول مباشرة بعد الضرب. لكن لو احنا عطلناه واشتغلنا كده عملنا اي حاجة وجينا نلون، هنلاحظ ان في بقايا للون موجودة على الفرشة لحد اللون ما يخلص، ويبقى هنا كده ما فيش اي حاجة. نغير الاختيار دراي، وأول أوبشن هنا معناه هو تحميل الفرشة بعد كل ضربة، والمقصود بالضربة هنا إن إحنا لما نمسك الماوس ونرسم كده وبعدين نحرر الماوس، وهي دي الضربة. والاختيار ده معناه إن بعد الضربة دي الفرشة بترجع تتحمل باللون تاني. لكن لو عطلنا الأوبشن ده وجينا لونا مش هيحصل أي حاجة. أما لو غيرنا للويت وجينا اخترنا اللون ده مثلا، هنلاحظ إن هو بيتأثر، لأن هنا الفرشة بتعتبر اللون رد وطري كأنك حطيت عليه مية. ده الاختيار التالت ده لو اخترناه معناه إننا بنفضي الفرشة من اللون أو بنغسلها. هو برغم ان في اعدادات مخصصة مسبقا، الا ان احنا نقدر نخصص للفرشة للأداة مواصفات زي ما احنا عايزين خاصة بينا، عن طريق التحكم في ويت ولود وميكس وفول. وهنتكلم عن كل خاصية على حدة. ويت هي بتتحكم في قيمة اللون الموجود على الفرشة، وكل ما القيمة الافتراضية بتاعتها المفروض 100%، كل ما القيمة كانت عالية ده معناه ان اللون سائل، كل ما القيمة كانت اقل ده معناه ان اللون جاف. يعني نلاحظ مثلا ان لما تكون القيمة 100 وسحبنا، ولما تكون القيمة 8 وسحبنا، هنشوف الفرق عامل ازاي.
لما تكون القيمة 100 ده معناه إن اللون سائل، وكل ما كانت القيمة أقل ده معناه إن اللون جاف. مفيش حاجة. بالنسبة لشرح لود، لود بقاء اللون على الفرشة. مثلا لو القيمة 1 اللون خلص، لو علينا القيمة اللون قعد مدة أطول على الفرشة، وهكذا. كل ما القيمة كانت أعلى كل ما كانت مدة بقاء اللون على الفرشة أطول والعكس. ميكس هو ضبط نسبة خلط اللون مع اللون اللي موجود قبل كده. الميكس مش بيشتغل إذا كانت الفرشة ناشفة، يعني لو ويت قيمتها 0 ميكس مش هيشتغل. إن ويت ده قيمة الرطوبة في الفرشة في اللون. كل ما أنقصنا قيمة ميكس هيظهر لون الفرشة. يعني مثلا لو الميكس هنا 0 واحنا عايزين نجيب لون جديد نخلطه مع اللون ده فهيبان، لكن لو احنا عليناه خليناه 100% هيبقى احنا عندنا لون مثلا، يعني كوننا لون جديد من لونين. لو عندنا لون جديد عايزين نضيفه، عايزين نمزجه هنا. كل ما علينا القيمة قيمة ميكس هيبقى الخلط أعلى، كل ما نكون عايزين اللون يكون متشبع أكتر نقلل قيمة ميكس. اللون اللي بنبدأ السحب منه هو اللي بيطغي على اللون التاني. يعني احنا بدأنا السحب من اللون ده هنلاحظ ان هو اللي عام، لو بدأنا من اللون ده هنلاحظ ان هو اللي عام، لو بدأنا من اللون ده هنلاحظ ان هو اللي عام، وهكذا. هناخد شوية تطبيقات على وظائف أداة الميكسر، يلا بينا. بالنسبة لان في الاوبشن simple or layers، لو شغلناه واشتغلنا فتحنا لير جديد هنلاحظ ان اي تأثير بيحصل مع اللير اللي تحت ده، لو احنا عايزين نشتغل وما نخربش اللير اللي موجود عندنا، فبناخد لير جديد ونشتغل فيه عادي، كل الليرات هتتقصر مع ان كل ده في لير تاني، وهكذا. هنقفل الكلام ده كله ونعمل حاجة جديدة. عايزين نشتغل على الدايرة دي، هنعمل لها من هنا ريسترايز ليه ونقفلها، هنديها شوية تأثير مختلف شوية. نعلي الميكس، نحط اللون الأول فنقلل الميكس، نقلل قيمة الميكس عشان اللون يظهر معانا. مظهرش.
متروج الماكس. عندي شوية عمق ونعمل معاكس للإضاءة. نرجع نقفل اللون ونعلي الميكس. عايزين الأغمق هو اللي يسحب اللون الأغمق، نسحبه معنا. نبدأ بيه، نضغط عليه هو الأول. عايزين الفاتح هو اللي يسحب، نضغط عليه هو الأول، وهكذا. طبعا لما نستخدم فرش موجودة من القايمة دي، هي فرش معدة للخلط. يعني في بعض الفرش لا تصلح للخلط. احنا نقدم قيمة الماكس. أفضل الإعدادات بالنسبة لي أن اللود يكون أقل من 50، والويت والميكس يبقى 100. بالضغط على الأرض هنلاحظ أن الصورة هنا الموجودة هنا عبارة عن مجموعة من الألوان هنا، بحيث أن أنا ممكن خضير جديد نستخدمها أكتر من في أكتر من حاجة. ممكن نستخدمها في كتابة نستخدمها مثلا في كتابة حروف. هنستخدم الشكل ده كدليل ونعمل، لو دوسنا على شيفت محتاجين نصغر الفرشة شوية.